هنا بتعتمد على سياسة القناة. برضو أرجع أقول لحضرتك برضو فكرة المستثمر، إذا كان إعلام دولة أو إعلام خاص لرجال أعمال، كله بيخدم أجندته. هل صحيح. هو رجل الأعمال مع القيادة الحاكمة الحالية أم هو ضده؟ لو هو ضده أكيد هيخفي الجانب الإيجابي من الدولة صحيح. والجانب الإيجابي من المشاريع مثلا اللي سيادة الرئيس حاليا بيعملها. لو هو سلبي أو هو يعني لو هو مع الدولة هيقول كل المميزات بدون ما حتى ما يشير بالنقد البناء، وأنا هنا بنادي بالنقد البناء. مش فكرة ان احنا نفضل على طول الوضع حلو الوضع كويس، لان احنا جربنا ان احنا نقول الكلام صحيح. ده زمان. لازم ابقى واقعي عشان الشارع حتى بالظبط، يحس ان انا ليا مصداقيه يعني. وبالحل يعني، مش اعترض لمجرد ان انا عايز اعترض صحيح. لكن انقد نقد بناء، اقول المشكله فين وطرق حلها ايه، واحاول ان انا اطرق كل الابواب لحل هذه المشكله، وان انا اوصل طريقه الحل دي للقياده المسؤوله يعني. صحيح.